السلام عليكم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الجهاز العضلي المسكولر سيستم. وبالمحاضرة الأولى في الجدول اللي بالمحاضرة الأولى استعرضنا الأجهزة من ضمنها كان الجهاز العضلي، وشرحنا فيه أنه يعني أو ذكرنا فيه أنه تتكون أنه في جسم الإنسان توجد 3 أنواع من العضلات أو من الأنسجة العضلية، اللي هي العضلات الهيكلية والعضلات المنسة والعضلات القلبية. وهذه من يعني إلها نفس أساس العمل بأداء وظيفتها وعملية التقلص وعملية الانبساط. بواسطة هاي الفعاليتين تقلص وانبساط راحت العضلات تؤدي وظيفتها أيا كان موقعها. طبعا التصنيف هذا الثلاثة السكلتال ماسلز والكاردياك ماسلز والسموث ماسلز اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على موقعها من الجسم. فمن اسمها السكلتال ماسلز فهذا لأنه اعتمادا أنها موجودة مرتبطة بالهيكل العظمي أو بالجهاز الهيكلي أو بالهيكل العظمي، فتقلصها وانبساطها راح يؤدي إلى حركة العظام وحركة الهيكل العظمي وانتقال الشخص أو الإنسان من مكان إلى آخر. الكاردييك مصل موجودة فقط في عضلات يعني في القلب، القلب فقط في جسم الإنسان. السموث ماسلز موجودة في نسميها الهولو أورجانز، يعني الأعضاء المجوفة. مثلا شنو عندنا أعضاء مجوفة في الجسم؟ الأوعية الدموية المختلفة، الشرايين، الشريانات، الأوردة، الوريدات، جدارها مكون من طبقات. واحدة من هاي الطبقات تكون عبارة عن عضلات ملساء وتترتب بطريقة أو تنتظم بطريقة معينة، أما دائرية وإما طولية. وهذه أيضا شرحناها يعني ضمن مادة الأنتجة، يعني تشرحوها وتهتمون ضمن مادة الأنتجة. زين، أيضا مثال آخر على هذه الهولو أورجنز اللي هي الإمعاء، أيضا هي تركيب أنبوبي يبدي فتحة الفم وبأجزاء مختلفة، ويعني كل جزء بطبقات معينة، وواحدة من هاي الطبقات هي تكون مكونة من العضلات الملساء السموث ماسل. لكن كلوكيشن يعني وين موجودة هاي العضلات ليس هو الفارق الوحيد اللي يميزنا بين هاي الأنواع الثلاثة من العضلات، وإنما توجد عدة فروقات مورفولوجية يعني شكلية تعتمد على الشكل، وأيضا ستركتشر يعني تركيب الداخلي للخلايا. فهسه راح نتحرف على هاي الفروقات من خلال الجدول التالي. هذا التيبل يمثل comparison of muscle types، طبعا بالإضافة إلى المواصفات الفسيولوجية الفسيولوجيكال كرايتيريا والمورفولوجيكال كرايتيريا وأيضا الستركتشر كرايتيريا. هذه راح تكون من خلالها نفرق بين هاي الأنواع الثلاثة من العضلات. فشوفوا هذه هنا الصفة أو الكرايتيريا الموضحية بهذا الحقل، بعدين شنو موجود بالسكلتال، شنو ميزتها بالكاردياك، وشنو ميزتها بالسموث. بالنسبة للنيوكلياي الأنمية السكلتال مصر تكون متعددة الأنمية مالتي نيوكلييتد، وهذه الأنمية peripherally located يعني تكون على جانب، على الجانب وليس في وسط الخلية، على الجانب. وهنا نحكي لكم فد شغلة تتعلق بهذا الموضوع. أثناء النمو الجنيني العضلات تكون يعني العضلات الهيكلية تكون منفصل، يعني أكو جدار يفصل بين الخلايا، وكل خلية تكون بها نواة واحدة محيطية الموقع peripherally located. لكن أثناء بالبلوغ بعد ما يولد يعني من نهاية مراحل الجنينية، هاي الحواجز اللي تفصل بين الخلايا العضلية الهيكلية راح تبدي تذوب وتكون ما يسمى بالسنتيتيوم أي المدمج الخلوي يعني الذوب. فطبعا راح تتحول من مجموعة خلايا متراصة مجاولة بعضها البعض راح تحولها خلية واحدة طويلة. لهذا نشوف الخلية العضلية الهيكلية تكون يعني توصف على أنها اسطوانية الشكل سلندريكال، فتكون مثل تأليف طويل يبدي من بداية العضلة إلى نهايتها، وهذا وهي شكل وكأنه خلية واحدة أو مدمج خلوي يكون متعدد الأنوية. ليش؟ لأن ذات الحواجز بين الأنوية فصارت كأنه هو مدمج سيتوبلازمي واحد، والأنوية موجودة متعددة وعددها كبير وتكون على
الحافة على حافة الخلية، يعني تحت الغشاء البلازما للخلية. وطبعا هنا نطلق على جداء أو غشاء الخلية العضلية ساركولمة، مصطلح ساركولمة هو نفس الغشاء السيتوبلازمي، لكن بحالة الخلية العضلية راح نسميه ساركولمة. السيتوبلازم تكون نسبته كلش ضئيلة، لو انتبهوا على هالموضوع. ليش نسبته ضئيلة؟ لأنه السيتوبلازم مال الخلية العضلية يمتلئ بتراكيب خيطية دقيقة، اللي هي تكون على نوعين، إما خش يعني سميكة يا إما رقيقة، وهذه نسميها الأخلوط الأكتين والمايوسين، أو نسميها المايوفيلمس، يعني المايوفيلمس يعني الخيوط العضلية. وبعض المصادر تطلق عليها مصطلح المايو فايبرز، بس هنا عليكم تنتبهون على هذا المصطلح. يعني عندنا مصطلح راح يمرون عليكم المايو فايبرز اللي هسه شرحناه، اللي هي التراكيب الخيطية الدقيقة الموجودة واللي تكون على نوعين أكتين ومايوسين، يعني موجودة بالخلية. وعندنا المصطلح المايو فايبر، فانتبهوا، مايو فايبر مايو فايبروز، مايو فايبر مايو فايبروز. شنو الفرق بين المصطلحين؟ المايو فايبر هو نفس الخلية العضلية الهيكلية اللي قلنا انه هي ذابت الحواجز بيناتها وصارت متعددة الأنوية، وتبدي تكون بشكل خلية طويلة أسطوانية سنجكر، تبدي من بداية العضلة إلى نهايتها، وبداخلها هذه المايو فايبروز، او بمعنى يعني نسميها التسميه الثانيه مايو فيلامنت، او بما معناه انه هي الاكتين فيلامنت. فانتبهوا على هالموضوع، مايو فايبر هي نفس الاكتين او المايوسين، او نفسها المايو فيلامنت. هذه تكون اعدادها كبيره بالالاف داخل الخليه العضليه الهيكليه، العفو العضله الهيكليه، خلايا العضلة الهيكلية. فلهذا هي تكون نسبة السيتوبلازم، أو نسميه نطلق على مصطلح الساركوبلازم، يكون قليل جدا. ونشوف بسبب هاي الخيوط المايوفيلامس راح تندفع النواة، فيصير إلى الحافة، حافة الخلية وتحت الغشاء البلازمي، ولهذا تصير نقول عليه انه هي بريفرال لوكيتد. طبعا اكو عضيات اخرى مثل اي خليه موجوده بالجسم، اكو تحتاج الى طاقه وتحتاج عمل تصنيع بروتين، وهذه طبعا مهام اخرى مختلفه. هاي من يقوم بها؟ يقوم بها عضيات مختلفه مثل الميتوكوندريا، مثل جولجي، مثل الاندوبلازميك راتيكولام، الشبكه الاندوبلازميه الاندوبلازميه. وهنا بحاله العضله راح نسميها الساركوبلازميك راتيكولام. لهذا هسه مرت علينا مصطلحات نعيدها مره ثانيه. عندنا الساركوليما هو غشاء الخليه العضليه، الساركوبلازم هو سايتوبلازم الخليه العضليه، وميزته ان تكون كميه ضئيله جدا داخل الخليه بسبب وجود الخيوط العضليه، او نسميها الخيوط التقلصيه كونتراكتين فيلامنت، ايضا ممكن نسميها كونتراكتين فايبرز الى اخره من التسميات. كلها هي قصدهم عليها الاكتين والمايوسين. وايضا مر علينا مصطلح شنو هو؟ المايو الساركوبلازم كراتيكولوم والشبكه الاندوبلازميه. ليش يعني هنا اثناء ما شرحي اني انه ركزت على الساركوبلازم كراتيكولوم؟ لانه الساركوبلازم كراتيكولوم تخزن ايونات الكالسيوم، واحده من اجزاء نسميها سيسترنا، نسموها عليه ساركوبلازم سيسترنا، يمكن هسه تمر علينا، تخزن الكالسيوم، ايونات الكالسيوم. وايونات الكالسيوم تلعب دور فعال جدا بخطوات التقلص، عند عمليه التقلص العضلي اللي راح نشرحها في يعني في المحاضره لاحقا. فهاي كمصطلحات احنا بدنا نمر عليها تتعلق بالتركيب مال الخليه. وايضا عندنا مصطلح مر علينا اللي هو هسه شرحناه، الفايبر اللي هو الخليه العضليه نفسها، نسميها مايو فايبر او ماسل ماسل سيل، يعني الخليه العضليه. ومايو فايبرال هي الخيوط اللي موجودة تقلصية الموجودة داخل الخلية العضلية. هاي كمصطلحات تتعلق بتركيب الخلية العضلية، سواء كانت طبعا سكيليتال او سواء كانت كارديك او سواء كانت سمول. شنو الاختلاف بيناتهم؟ هسه احنا بدنا نحكي عن النواة، وراح نجي ايضا لشكل الخلية. ان الشكل ها بالنسبة لشكل الخلية، هنا الكاردياك تش ايضا اسطوانية لكن تكون مقسمة، والحواجز ما بين الخلايا راح تكون وليس اسطوانية طبيعية، لا تكون مقسمة ومتفرعة ومتشابكة. وهذه يعني الحواجز اللي تفصل بين الخلايا راح نسميها انتركليتد ديسك،
يعني الأقراص البينية، الأقراص البينية. ولهذا نشوف كل خلية محاوية على نواة واحدة فقط. نشوف هنا نقول إنه الكاردياك موسس تحتوي المفصل تحتوي على سنجل نيوكليس، نواة واحدة سنترال لوكيتد. هنا حنشوف إنه النواة مركزية الموقع. بالنسبة للسموث مفصل شكلها راح يكون مغزلي، والنواة تكون سبندل سبندل شيب، مغزلية الشكل سبندل شيب، والنواة تكون واحدة أيضا سنجل نيوكليس وسنترال لوكيت أيضا مركزية الموقع مثل الكاردياك ماسلز. الاختلاف من واسه بين هذول النوعين، الاختلاف الحين يكمن من ناحية النواة، يكمن وين بالخلية الهيكلية. نجي إلى صفة ثانية هي الباندين، أكتين أند مايوسين فورم أسيستيك باند. يعني حنشوف أنه خيوط الأكتين والمايوسين موجود داخل الخلية راح تكون حزم واضحة، حزم واضحة. وهسه راح نجي على موضوع أنه الخلية تكون مخططة و يعني تكون بها حزم بالداخل. طبعا هي شرح مفصل، بس حتى لو تمر عليكم شيء يعني ما فهمتوه من نكمل المحاضرة راح تبدون تستوعبون شيء فشيء. نجي الى الكاردييك مصل هاي الصفة اللي هو الاكتين والمايوسين فورم ديستنكتيف باند، ايضا نفس الحالة. بينما بالمساء بالخلايا العضلية المساء نشوف الاكتين والمايوسين ما تعطينا حزم واضحة. ففي حالة الحزم الباندين نشوف الاكتين والمايسين تكون حزمة واضحة في حالة السكاتر مصر والكاردياك مصر، بينما في حالة سموث مصر تكون غير واضحة. نجي الى الزيت ديسك، هسه راح نتعرف شنو الزيت ديسك، بس انتبهوا هسه انا نحفظوه وبعدين اثناء الشرح نتعرف شنو على الزيت على الزيت ديسك. البريزنت بريزنت هنا نوت بريزنت، يعني موجود في حالة سكاتر وكاردياك لكن غير موجود في حالة سموث مصر. التي تي ويف أعظم التراكيب الموجودة بالخلية واللي لها دور في عملية تقلص كونتراكشن. فهذا التركيب هنا تي تيوبيول ات اي جانكشن تريد بريزنت على شكل تراياد يصير. هنا دايات يعني ثنائي، هنا ثلاثي. وفي حالة الأقل في المساء لا توجد لا دايات ولا تراياد. زين نجي إلى نيورو ماسكولار جانكشن. موجود نيورو ماسكولار جانكشن يعني ارتباط بين الخلية العضلية وما بين العصب النيرف. يعني شنو العصب النيرف؟ يعني المحور والنهايات مالته. النهايات هاي المنتفخة شرحناها بالمحاضرة السابقة شلون راح تندمج او تتداخل او تتشابك. اذا تذكرون شرح مصطلح التشابك، وانه هذا التشابك السنابس ممكن يكون ويا خلية عصبية مماثلة او ممكن يكون ويا خلية عضلية او خلية عضية. فمن يكون التشابك ما بين خلية عصبية وما بين خلية عضلية هنا راح نسمي نيورومسكولار جنكشن. زين هذا النيورومسكولار جنكشن الترابط العصبي العضلي في حالة العضلات الهيكلية موجود، في حالة العضلات القلبية غير موجود. ليش؟ هذه نقطة مهمة، لأنه العضلات القلبية لها يعني النبض مالتها أو الاستيميليشن تحديد العصب يكون آني من خلال كتلة من نسيج متكيس نسميه الأي اس نود. إذا تذكرون هم شرحناها بالمحاضرة السابقة، وأيضا راح نشرحها محاضرة الجهاز الدوران. الاي اس نود هي جزء من جهاز الكوندكشن سيستم اللي هو جهاز حث النبض القلبي. زين يحدث بشكل ايقاعي، تقلص العضلة يحدث بشكل ايقاعي. فهذا النيوروماسكولار جنكشن ما موجود في حالة العضلة القلبية، وايضا ما موجود في حالة العضلة المساء. زين ان ايروبيك يعني كاباسيتي، انه قدرة على تحمل قدرة العضلة. ان ايروبيك كاباسيتي يعني يقصد بها قدرة العضلة على تحمل الظروف اللاهوائية لما يكون الاكسجين قليل. ليش؟ لانه العضلة تحتاج الى كمية استهلاك كمية اكسجين والى طاقة عالية حتى تقدر تسوي عملية او تحدث عملية التقلص. فشلون قدرة هذه العضلة على انه هل تتحمل الظروف اللاهوائية او لا؟ هنا محاطيها بدرجات. ففي حالة العضلة الهيكلية تكون قدرة عالية، بينما قدرة استيعاب الظروف الهواء عالية، بينما في حالة العضلة القلبية والعضلة المساء العضلة القلبية والمساء تكون هاي قدرة الاستيعاب الظروف الهواء تكون قليلة أو واطئة.
أها نيجي على هذه النقطة اللي هي نسميها، أو هذا النقطة هنسميه situation، يعني التخطيط. يعني من أجي أسوي باللي درسناه بالتحويلات المجهرية، قلنا إحنا نقدر بطريقة شمع البارافين نحضر سلايدات من أي جزء من الجسم. فبهاي طريقة شمع البارافين إذا أخذنا من العضلات يعني حضرنا منها سلايدات وصوغناها بما تقسمية واثنين وجنب عطناه جو من على القوة الصورة، راح ألاحظ هاي العضلة تظهر وكأنها مخططة. فهاي التخطيطات طبعا هو سببها طريقة أو نمط تنظيم الألياف أو الخيوط التقلصية أو الأكتين أو الماياسين داخل العضلات الهيكلية أو داخل العضلات أيا كان نوعها، راح تترتب بطريقة معينة وتعطيني هذا النمط من التخطيط، أو نقول عليها إنه هي تظهر تحت المجهر إنه هي مخططة. فهاي الصفة بحالة العضلات الهيكلية تكون ظاهرة، نقول على العضلات الهيكلية إنه هي مخططة. على العضلات القلبية أيضا تكون هاي الصفة ظاهرة، نقول عليها إنه هي تبين مخططة. بينما في حالة العضلات المرساة ما راح تظهر هاي الصفة بسبب طريقة أو نمط توزيع الألياف الخيوط التقلصية داخل العضلة الملساء اللي تكون مغذية الشكل، يختلف عن ما هو نمط توزيعها داخل العضلات القلبية والهيكلية بالطريقة اللي تجعل هاتين العضلتين الأخيرة اللي ذكرناها الهيكلية والقلبية مخططة لما نشوفها بمجال الضوء الاعتيادي وتحت قوة تصغير يعني صغيرة، بينما أو قوة تكبير صغيرة، بينما في حاضر المساء لا ما تكون مخططة. هنا أنا يعني مصدر التحفيز اللي يؤدي إلى تقلص العضلة في هنا نيوروجينيك، يعني معناته إعاد عصبي راح يجي عن طريق الدماغ وعن طريق الموتور نيرونز اللي هي الأعصاب أو الخلايا العصبية الحركية، راح تنتقل لعضلات وتوصل إلى العضلات الهيكلية وتؤدي إلى تقلصها. أيضا في حالة العضلات الملساء هذا الشيء موجود، بينما في القلب مثل ما ذكرنا أنه مصدر التحفيز هو من نفس عضلة القلب من هذا الأي أس نود اللي هو بقعة خاصة لها قابلية لأن تولد تحفيز مستمر إيقاعي ويؤدي إلى تقلص العضلة القلبية. البريزنس وين موجودة مثل ما ذكرنا أنه كان الأساس في تصنيف العضلات إلى هاي الأنواع الثلاثة هو موقعها اللوكيشن مالتها. فمثلا نشوف العضلات الهيكلية مثال عليها يعني موجودة في كل الجسم، يعني أي عضلة مرتبطة بالعظم هي تعتبر عضلة هيكلية. مثلا الليج الأرم يعني عضلات الذراع عضلات الساق هي تعتبر عضلات هيكلية. القلبية بالهرت والملساء موجودة بالأرتريوز يعني بالشرينات والشرايين وأيضا بالجوت يعني الإمعاء. هنا أيضا صفة كلش حلوة ومهمة وتفرق بين الأنواع الثلاثة اللي هي الإرادية واللا إرادية. العضلات الهيكلية إرادية معناته أني إلي يعني قابلية على أن أتحكم بتقلصها وانبساطها، بينما العضلات القلبية لا، هي أكو يعني بما أنه هي ذاتية المنشأ مال التحفيز مالتها ذاتي من خلال اي اس نوت، فلهذا هي تعتبر انفولونتري ما لها قابليه في حاله تخلص بصفات مستمر ولا يتوقف. يعني هاي دائما نحكي هالحكايه انه نقول انه من ينام الشخص الدماغ راح يرتاح ينام ويا نومة الانسان، بينما القلب ما ينام حتى لو الشخص هو حط راسه ونام، هو القلب لازم ينبض ولازم يتقلص وينبض عضلاته تتقلص وتنبسط ودا لازم يضخ دم الى كافه انحاء الجسم، لان اذا هاي العمليه توقفت معناته ما راح يوصل اكسجين الى أنسجة الجسم مختلفة، ما راح يوصل دم، ما راح يوصل أكسجين، ما راح يوصل غذاء، وبالنتيجة تموت أنسجة الجسم. فلهذا نشوف القلب ما يتوقف حتى أثناء نوم الشخص. العضلات المساء أيضا هي لا إرادية، فمن عندنا لا إرادية العضلات القلبية والعضلات المساء، بينما العضلات الهيكلية الوحيدة هي المساء. وأيضا لسهولة يعني حتى نشوف هاي المواصفات المورفولوجية نشوف هاي، شوف اسطوانات طويلة متعددة الأنوية موقعها محيطي وتشوفوا شلون تكون مخططة، بينما العضلات المتفرعة وهي الأقراص البينية نسميها لونها غامق عدة تشوفون هنا تأشير عليها اللي هي انتركليتد ديسك، كلش مهمة في تشخيص العضلات. يعني دائما يعني جائز يعني بعض الأشخاص القليل الخبرة في ملاحظة السلايدات نشوف سلايد مال عضلة مساء أو عضلة قلبية وعضلة هيكلية ما راح يفرق بيناتهم، جائز لأنه هي ما تظهر مثل ما موجودة بهذا الرسم،
راح تظهر يعني محتشكة الألياف مع بعضها يعني مضغوطة. فلهذا شلون أميز بيناتهم؟ من خلال الانتركليتد. لاحظ هاي الانتركليتد تكون واضحة، انتركليتد معناته هذه عضلة قلبية، بينما نشوف العضلات النساء هنا تكون الخلايا تكون مفضلية الشكل، والنواة مركزية والمركزية الموقع سنترال لوكيتد، وتكون مفضلية الشكل الخلايا متداخلة مع بعضها. هذا هنا مصل ستراكشرز، وذكرنا هاي المصطلحات مثل ما قلنا لكم اللي هي المايوفايبرز المايوفايبرز. هسه راح نجي الى مصطلحات اخرى مهمة، السارفونير. هذا اظهرت لكم هذا جدول هم شوية ابسط من ذاك الجدول السابق، يعني على الاقل يذكر الصفات او الفروقات الاساسية الضرورية للميز بها بين الانواع الثلاثة من العضلات. ايضا يفيدكم قبل ما ننتقل تشوفون تطلعون عليه قبل ما ننتقل الى يعني مصدر situation تخطيط. هسه بنجي نتعرف على مصدر التخطيط. شوفوا الطلاب